السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا نحبكم في الله. أحبك الله لله. تفضل. نسألكم الدعاء يا شيخ بالله عليك. بارك الله فيك. السؤال: ما حكم إسقاط الأجنة في بداية تكوينها؟ في ست يعني بتقول إن زوجها مستهتر ولا يتحمل المسؤولية، وأنه لا يستطيع الإنفاق على وليدها الأول، فهي لا تود أن تنجب منه مرة أخرى. إذا كانت تريد النصيحة فلا تنزل الجنين ولا تشهد نفسها، أما إذا غلبت على ذلك أو كان الأمر فوق طاقتها بالمرة وأنزلته دون نفخ الروح فيه فهذه معصية، ولكنها لا تصل إلى حد الكبيرة، والله أعلم.